الراديو 90-90 هواها مصر. افصل واسمع للراديو يلا يلا يا شباب، 90-90 اجمل راديو، قول للحبايب والصحاب وافصل واسمع مع سالي عبد السلام واستنوا فادي ابراهيم على الراديو 90-90 وقو وافصل واسمع، هنقضي اوقات حلوه مع كوكا كولا يلا على الراديو 90-90. جالنا القلب ان احنا نغني ومعانا انغام النهارده. ايوه بقى، يا مساء الفل ومساء البهجه، مساء كل حاجه حلوه على عيون مستمعين راديو 90-90. مساء الفل عليك يا فادي. زي ما دايما وعدتكم كده ان انتم تتدلعوا معانا، تنبسطوا معانا وتفصلوا وتسمعونا من الساعه 4 للساعه 6 النهارده. احتفال وانبساط جدا جدا مع السوبر ستار انغام، هتكون ضيفتنا في الساعتين اللي جايين. جهز سوبر نفسك، سوبر ستار انغام جت مستنينها. يا جماعه انتوا مش فاهمين الشخصيه دي لذيذه ازاي، يعني انا الاول مره بشوفها. بنحبها كلنا، كلماتها ما حدش يقدر يتكلم عليها، صوتها ما فيش منه اتنين، بمعنى فعلا ان صوتها ما فيش منه اتنين. بس انا حبيت، انا قعدت اتحايل على فادي ان انا حبيت اسمع اعرفها بيا. اول حاجه كلام انا كنت بقى بحب انغام عادي، سمعت اعرفها بيا بقت حاله عشقتها بقى. اي حاجه عايزينها من انغام النهارده ابعتوها لنا على رقم الاس ام اس 199 ومساء الفل. وابصل واسمع مع سالي عبد السلام واستنى فادي ابراهيم مع كوكا كولا يلا على الراديو 90-90. كل اللي حابب يسأل أنغام أي سؤال يبعت على 199 ده رقم الاس ام اس، أو يبعت على فان بيج فيسبوك / الراديو 90-90. في مفاجأة حلوة جدا لكل الناس الموجودة معانا أونلاين، سواء على تويتر على الهاشتاج افصل اندرسكور واسمع، أو كمان على الفان بيج الراديو 90-90. المفاجأة إن أنت ممكن تحضر حفلة السوبر ستار أنغام يوم الخميس اللي جاي بعد بكرة على طول كده برعاية الراديو 90-90. هيكون في 4 فايزين معانا النهاردة. كل اللي عليك بس أنت تشارك في البوست اللي على الفان بيج أو كمان على الهاشتاج افصل اندرسكور واسمع، نختار 2 على تويتر و2 من على الفيسبوك. شارك معانا عشان تاخد الفور تيكتس وعرفها بيا، تعالوا نتعرف عليها اكتر. يلا لسه بتفصل وبتسمع سالي عبد السلام وفادي ابراهيم، ولسه هتفصل وتسمع وتنبسط قوي 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 مع السوبر ستار انغام. مساء الفل. مساء الفل. مساء الورد. وزي ما بنقول لكم بنحبها عادي بس بقت حاله عشق، يعني كنا بنحبها بعد كده لا عشق. شفتي ناس كلها عامله عليك ازاي هنا؟ شفتي ناس بتحبك قد ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ كله كويس. وحشتينا مع انك دايما متواجده، بس برضو وحشتينا دايما انت تكوني متواجده معانا باغانيكي بحفلاتك الحلوه. يعني الحمد لله في الفتره اللي فاتت حفلات كتير جدا، في حفله ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي في جامعه مصر، والنشاط الفني ده حلو حتى بعد الالبوم احلام بريئه على طول ما غبتيش علينا، وسنجل واحده كامله دي اللي بنحتفل كمان باطلاقها النهارده وحصريا معانا على الراديو 90-90. عايزه تقولي على واحده كامله بقى نزلتي بيها دلوقتي اللي انا غام، بدل ما تصوري كليب، يعني الناس كانت مستنيه انغام تصور كليب. لا والله مش فكره بدل، يعني هي اغنيه حلوه أوي. يعني تكفي، يعني اغنيه مغذيه، يعني يعني تحس انها لو نزلت في وقت سنجل، يعني اغنيه لوحدها مش جوه البوم، تعمل رد فعل سميعة كويس. سميعة انغام يعني ما شبعوش من الالبوم فقلتي لا. انزل لا لا خالص، مفيش التفكير ده، ما وردش على، بالعكس ليه، ده انا عامله البوم دسم جدا بالظبط يعني. لا خالص، اغنيه حلوه ما حبيتش اخرها للسنه الجايه ولا اللي بعدها، يعني حلوه وناضجه فعلا وكامله، يعني نضجت، قصدي انها انتهت، يعني خلص استوت، يعني استوت. ايوه انها كلام ولحن وفكره مزيكا وكل حاجه، فطب ليه ما ننزلهاش؟ هي من كلمات الشاعر امير طعيمه، توزيع طارق مطلوب والحان خالد عز. طب وفين الكليبات؟ فين احنا قاعدين مستنيين، يعني كبنات قاعدين مستنيين بقى شعرها والميك اب بتاعها ولبسها، فين بتحرمينا ليه؟ والله معاكي حق، هو الكليبات شويه محتاجه يعني افكار ومحتاجه فلوس ومحتاجه حاجات كتير، يعني الواحد اوقات تاخدي من هنا تحطي هنا، يعني انتج دلوقتي اغنيه جديده اغنيها على المسرح، اضيف لرصيدي اغنيه جديده، ولا انزل اصور اغنيه، ولا كنا داخلين نصور فعلا حته ناقصه او بين البنين، يعني كان حاجه من الاثنين هيتصوروا بس حصل عطله كده، يعني انتاجيه، يعني كلها مشاكل انتاجيه سخيفه الحقيقه، يعني بس في الاخر انا ما وقفتش، انا قلت لا انا هنتج اغنيه، هنزل اغنيه جديده. طب قولي لي بقى، عندنا نتكلم ان انت برج الجدي، انت دكتاتوره في شغلك ولا لا؟ في شغلي
في شغلك ما بتهزريش ها يعني. طب افرضي مثلا مدير اعمالك قالك بلاش يعني نعمل كذا بلاش تنزلي بيدي دلوقتي مش عارف ايه. انا شايفه ان هي المفروض تنزل دلوقتي. لا بصي مش دكتاتوره لدرجه اني ما بتفهمش يعني بتفهم وبسمع واخد رايك وناخد راي بعض ونستشير بعض. احيانا مفيش وقت في اوقات حاجات لا انا بتحمل القرار واقول انا لا انا هاخد القرار ده انا هعمل كده يعني في الاخر الاختيار بيبقى واقع علي انا يعني الحساب علي انا والانتقاد لي انا المسؤولية علي انا في الاخر مش على حد تاني يعني. يعني ممكن امير تعيمة يعمل 50 أغنية في السنة بس انا قبل ما تعمل أغنية في السنة تتحاسب عليها. طبعا ده قصدي يعني. فانا امير برضه بيتحاسب عليها يعني عادي يعني اقصد انه لا بس اللي بينتقد اكتر هو الفنان. قصدك ان هو اللي بيكون في الواجهه او هو لذلك لازم يكون هو صاحب قراره يعني. حلو. كنت عايز توصلي رساله ايه من الاغنيه دي؟ عايزه لا ايه؟ انت عماله تطبطبي وتشدي وترخي فضفضه جدا يعني. انا شايفه انها ما فيهاش طبطبه بالعكس هي فيها واقع او هي واقعيه جدا. شايفه ان الراجل فعلا الشرقي او الراجل المصري بيدور على الكامله الواحده الكامله ما فيهاش اي غلطه. لا هو ما بيشوفش غلطاته. غلطته هو. برافو. قصدك ايه انغام؟ لا يعني انا هقول لك على حاجه يعني عرفها بيه كانت دسمه جدا بعد كده بتقول تعبتك بهدلتيهم بيها يعني بتقول تعديني سبتك خلاص بعد كده دلوقتي نزلهم واحده كامله بس تكون مرتاح. يا رب بس تكون مرتاح بقى اللي راحتك خلاص براحتك خلاص عارفه انه خلاص بقى يلا شوف مصلحتك يعني. بعد كده رحتي نازله دلوقتي بواحده كامله بس انت داديتي في الاول قلتي وسند عليك يعني بتعيد دلعي كله يعني ضرب دلعينا شويه ننبسط بعد كده تيجي تقسي علينا ينفع كده ما كله موجود يعني اللي جاي دلع يعني اللي جاي يعني اقصد بلاش اللي جاي عشان ما اعرفش ايه اللي جاي بس عشان ما وعدتش بحاجة أنا لسه مش قدها قوي بس الحقيقة أنه يعني إحنا بنتكلم في أمور واقعية بجد يعني ده موجود في الحياة كله إن فعلا إحنا سندين يعني فعلا الست بيبقى نفسها في سند فبتدور على السند لما يبقى راجل لما بيبقى راجل بجد بتقول له أنت سندي يعني ده يعني لفظ حتى دارج جدا سندي وظهري ومش عارف إيه حقيقي جدا وموجود ومطلب يعني موجود شكل أو وكلمات أو شكل الموسيقى مع أنغام كمان بدأ يتطور بدل ان هو يكون الاغاني بس ان هو انا بحبك او متضايقه منك لا هو في مواضيع تانية جديده مختلفه ومفردات كمان مختلفه يعني اعتقد ان يمكن اول مره حد يقول كلمه سند عليك او ده أمير او انت يعني ما هو برده اختيارك في الاول وفي الاخر هو تيم ورك مش بيبقى حد لوحده. لا احساسك يا انغامي وانت حد تقول انا سند عليك في الوقت يا بنت الايه عارفه تحميني فوق طاقتي ليه انا ببقى يعني الشاعر ده بيبقى لسان حالنا كلنا والمطرب او الملحن قبل المطرب يعني الملحن الاول بي 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 بيلحن الكلام حلو قوي يعني بي بيرسم الكلام حلو يعني عزيز شافعي مثلا كانت اول حاجه ليا معاه سند عليك مش معقول الجمال يعني انا اللحن ده سمعته وحفظته من ان عزيز وهو بيغنيه لاول مره حقيقي فعلا مش ببالغ يعني يعني نزلت من القعده دي حافظه الاغنيه وقد ايه ميوزك فعلا لايت انه ممكن تبقى فيرست دانس في اي مكان وخدت قرار في لحظتها انه دي تنزل فورا يعني دي تخلص تنزل في عيد دي كانت في عيد الحب بالظبط فيرست دانس يعني وبعد كده غنيت تاني طبعا لعزيز وغنيت 100 مره الامير تعيمة بس هو الفكره في انه قصدي يعني من الكلام اللي انا بقوله ده ان انا ببقى لسان حال الست او يعني لسان حال الانثى او المراه متوحش انه بتحاول يجيبي حقهم على قد ما تقدري بتلاقي في كلام اغنيه اللي هي نفسها تقوله ان انت فعلا بتجمعي ما شاء الله ما شاء الله بين الجمال والذكاء وما تخافش لما الست دي الجميله الذكيه دي سلاح دي تلاقي تي انتي انوثه مرعبه يعني انت تلاقيكي الرجاله كلها تقريبا او ثلاث ارباع بتخاف منك انه لا دي ذكيه وحلوه انه ايه الرعب ده ما اعرفش والله انا بصي انا اسمع عن كده انه ست الذكيه بتسمعي عن كده يعني لا بتفكري كتير دماغك شغاله الراجل فعلا يعني مش بتبقى مريحه مش اريح حاجه للراجل يعني ست ذكيه مش اريح حاجه للراجل يعني طب لسان حال السميعه دلوقتي هم عايزين يسمعوا واحده كامله نعمل ايه اسمعها له لا يلا بينا نسمع يعني يا جماعه انغام نسمع جزء منها لايف وبعد كده نسمعها يعني كل المزيكا بكل حاجه عايزين نسخن شويه يلا بينا يلا ما فيش فيا ولا حاجة إيجابية ما فيش في الدنيا عيب إلا وطلع فيا بقدرة قادر المظلوم بقى ظالم قلبت الآية علشان تطلع الكسبان
آه يا عم الطيب الغلبان، ما شاء الله عليك انت، ما فيش في الدنيا دي زيك ولا انسان. الله عليكي الله عليكي. هنسمع دلوقتي واحده كامله، هنرجع نتكلم اكتر عن ونفكر كل السميع دلوقتي ان انت ليك الفرصه ان انت تحضر حفله السوبر ستار انغام يوم الخميس اللي جاي برعايه الراديو 90 90. لو انت بس اشتركت معانا دلوقتي على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90 على البوست الخاص بالحلقه، او كمان كتبت لنا على تويتر على الهاشتاج افصل اندرسكور واسمع، يكون في اثنين كسبانين على تويتر واثنين كسبانين كمان من على الفامبيج. عايز اسالك سؤال، لو حد جه طلع فيكي كل العبر وكل العيوب هتعملي فيه ايه؟ ولا حاجه، اكيد انا في عيوب. بس ردك لما بتتعصبي بتعلي صوتك وتتعصبي كده ولا بتقعدي تفكري؟ لا انا عصبيه. تعالوا نشوف العصبيه بعد كده هتعمل ايه. نسمع واحده كامله ونرجع نكمل افصل واسمع معاكم كولا سوبر ستار انغام لسه منورانا. افصل واسمع مع سالي عبد السلام، واستنوا فادي ابراهيم مع كوكا كولا، يلا على الراديو 90 90. يا رب تكونوا مستمتعين كده زينا بالظبط. احنا يعني في قمه الاستمتاع دلوقتي مع السوبر ستار انغام. انا عايز ابدا يا فادي، انا عايز اسال سؤال. اسالي. ممكن اسال سؤال؟ انغام ليه سميتي احلام بريئه الالبوم؟ انا هيفوني مش شغاله. مش شغاله، اعمليها كده 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 جامد دلوقتي. ايوه قولي أيوة. تاني ليه سميتي احلام بريئه الالبوم؟ مش معنى انت اللي اخترتيه الاول ولا حد تاني؟ لا انا. اوكي. لانه انا بشوف انه كل التجارب اللي جوه الالبوم، التجارب الشخصيات يعني اللي انا غنيت عنها، هي احلامها فعلا بريئه، فانا لقيت ان ده احلى عنوان يعني اسمي بيه كل الناس اللي انا غنيت عنهم في احلامها بريئه. ولا كلامها بيدل انه بريئه وهي فام فتال او المراه القدريه اللي تخش حياتك تدمرها من كتر يعني لو انت حبيتها تدمرك، تدمرك غصب عنها، انه هتلاقي نفسك ماشي وراها مسلم ومؤمن وخلاص. لا ما انا مش مطلوب برضو ابدا انه يعني انا عمري ما فكرت كده انه الراجل يدخل حياه الست يبقى مسلم ومؤمن، يعني بالعكس هو يمشي جنبها يعني موازي تماما ليها. يا بلاش يعني، او لو يمشي قدام شويه هي هتبقى سعيده برضو على فكره يعني. يا جنبها يا فوق يا قدام شويه. ليه بيقولوا ان الست يعني شخصيتها قويه حياتها ما بتبقاش كويسه؟ يعني انه في العلاقات لو بتبقى يمكن لو معاها شريك مش واثق من نفسه قوي، او مش راجل كفايه، او يعني مش مش أو مش واثق فيها، او وجوده مش وجوده المناسب يعني، يعني مش هنناقشها. لو مش واثق فيها يبقى هو ما عنده مشكله مع نفسه. ما هي دي، هو مش واثق في نفسه يعني، مش واثق فيها، شايف ان هو قليل جنبها. دي مشكله كبيره، دي ما بتنفعش خالص، ما بتمشيش يعني، مشاكل كتير وبتنتهي دايما بهبه. طيب من احلام بريئه يعني العنوان نفسه، عنوان الالبوم كنت مركزه جدا ان هو تختاريه بشكل معين يعبر عن كل الاغاني بتاعه الالبوم او القصه اللي انت قصدها من الالبوم. من اسامي اغانيكي دايما بيبقى فيها وراها حكايه، يعني اسم الغنوه نفسه وراها حكايه، يعني مثلا ما بتعلمش ورا سؤال، هو انغام ما بتعلمش ايه، او ايه اللي دايما بتجربيه ترجعي تقولي لا انا ما اتعلمتش ده صح؟ بص انا هقول لك حاجه عشان نتفق يعني، مش كده شويه اسامي من الاغاني كده فيها اسئله كتير. ما بتعلمش مبدئيا يعني، اول حاجه عايز اقولها من احلى الاغاني اللي انا غنيتها في عمري يعني. انا بالنسبه لي دي اغنيه كمان حلو جدا، عظيمه يعني. من احلى الاغاني اللي انا ممكن اسمعها على مستوى الاغنيه العربيه شخصيا فيها ما بتعلمش فيها. ما اتعلمتيش ايه؟ بس على فكره انا مش طول الوقت بغني الحاجات اللي هي بتعبر عني انا شخصيا. اكيد يعني اكيد طبعا، بس مش لازم الموضوع طول الوقت يبقى انغام فيه، بس بالصدفه انه ما بتعلمش احد صفاتي يعني. اوكي. بس انا لا مؤخرا بقيت بتعلم. ما بتتعلميش يعني في حب حد ولا في شغلك ولا في تعاملك مع عمر؟ لا شغلي، لا سيبك من شغلي خالص يعني. نفسي لي انغام، احنا بنتكلم على انغام الشخصيه الانسانه يعني، عن الشغل. لا في الشغل انا بتعلم كويس جدا، بتعلم وباخد ده. انا ماشي رجال. لا يعني بصحح مسار سريع جدا يعني، بقى بسرعه جدا، وعندي لو غلطت حاجه على طول بتعلمي ازاي تاخدي بالك منها. لا انا عملت ده غلط انا هصلح. انما انا في حياتي الشخصيه لا مش سهله التعليم. ايه اللي بيسوقك، قلبك ولا عقلك؟ قلبي مع الاسف. انت بتيجي بقلبك على طول؟ اه. طب بتصدقي ان في حاجه اسمها حب من اول نظره؟ بصدق ان في كده، بس هو بيبقى حاجه. طب اعجاب ولا حب؟ ممكن يبقى اعجاب، او بتتعلقي بحد بس، او بيعجبك الحد ده فبتحسي انه ده ايه ده، الله انا عايزه من ده. ايه اللي بيخليكي تقولي انا عايزه من ده؟ انما مش بالضروره ابدا يكون حب. ايه اللي بيخليكي او ما تشوفي راجل تقولي انا عايزه من ده؟ انه مش عارفه الشخصيه الحلوه دي او ايه الشكل الحلو ده، مش عارفه. لان الحقيقه الناس كاريزما طبعا، الكاريزما بتاثر في الناس اكيد. بس مش انا يعني للاسف ان وصلت لنتيجه هي مش حلوه قوي يعني، لانها بقت خلاص مخلياني على طول ايه بقى واخده حذري بشده.
انت بقيتي خايفه قوي. بقيت حذره شايله كتير زياده عن اللزوم. عندك كتير مش خوف دول. بقى عندي حذر شديد. وده ما كانش فيا زمان يعني. ما كانش عندي الحذر. اتعلمتي بوجع ما تعلمتيش يعني مش المدرسه اللي علمتك، الدنيا اللي علمتك. طبعا يعني ناخد الدرس ونتعلمه. لا انت قصدي خدتي الدرس وتعلمتيه، مش هم علموكي عشان تاخدي الدرس. لا انا خدت درس من نفسي ومن الناس يعني. من اللي تعاملت معهم يعني. خدت درس من نفسي ان انا بتعامل غلط، انا تعاملاتي شكلها غلط، او انا مش دايما حكمي، الثقه مش دايما في مكانها، حكمي على الناس مش دايما حقيقي، احساسي البريء قوي ده كده، او يعني الهلهلي التلقائي قوي ده اللي انا بسيبه يخرج، ده مش صح طول الوقت. فبقيت حذره جدا. فطبعا ممكن يكون بضيع على نفسي فرص على فكره. أوكي. اوقات يعني من كتر ما عملت ده زمان بتلقائيه بقيت ما بعملوش خالص بتلقائيه، بقيت حذره وباخد 600 خطوه قبل ما افكر يعني، برجع قصدي ورا 20 خطوه. فبقيت ممكن تلاقي حد يزهق منك يمشي من كتر ما انت عايز. من انا بقى يا ماما بصراحه يعني. ماما خدي وقتك بقى، انا فاضيلك، انا عندي شغل. طيب من بعد بس كويس الحذر مش بس عايز اعرف لحد فين ممكن نتدخل في حياتك الاعلام او الصحافه يتدخل في حياه الفنان. لا احنا نتدخل ولا هم يتدخلوا؟ الاعلام او الصحافه يتدخلوا في حياه الفنان يعني. لحد فين انت بتسمحي بده؟ الناس اللي بتحبك او الناس اللي بتتفرج عليك لحد اللي ما يضرش حد. للحد اللي ما يضرش حد يعني. للحد اللي ما يضرش ولادي. للحد اللي ما يضرش اهلي. ما يزعجهمش في حياتهم. ما يأذيش الفنان نفسه. لا ما يأذيش أهلي على فكرة. أهل بيتك وأهل قلبك. أهل بيتي وأولادي كده. هذا الحد. إنما حل. تسألني بتاكلي إيه الصبح؟ أرد عليك بتاكلي إيه الصبح؟ بتلعبي رياضة؟ عندك بتلعبي رياضة إيه؟ طب ولادك بيتأثروا بالكلام اللي بيتقالها؟ طبعا. في حد منهم يتكلم معاكي في حاجة؟ يعني هنتكلم ان جنرال. الصغير الاثنين بيتكلموا كل واحد. وانت بتسمحي لحد امتى؟ بالعكس يمكن الصغير بيتكلم اكتر يعني. الصغير حبيبي عنده بيحب يسالني كل يوم 100 سؤال. هو مين ومين الاسامي؟ عبد الرحمن الصغير وعمر الكبير. وعمر الكبير. طيب بيجي بقى يسالك يقول لك مامي انا سمعت في المدرسه انه كذا كذا. ما بيسمعش في المدرسه. ما عندناش في المدرسه الكلام ده يعني. طب بيشوف فين الاخبار؟ غالبا بيبقوا الامهات حضرتك هم اللي بيتكلموا. يعني الامهات. شفت بقى الستات دمروا المجتمع ازاي؟ يعني الام هي اللي بتصب في دماغ البيبي او ابنها كده، فهو ابنها يروح يقول لابنك فانت تلاقي ابنك بيفاصيلك. والله لا الكوره بتتباص. هي المدرسه على فكره بتربي اكتر من البيت. حقيقي. يعني المدرسه هي اللي بتحط حدود وبتعلم الولاد انك لحد هنا دي حدودك، ما ينفعش بعد كده تتدخل في حدود الناس. ما فيش مره من كتر يعني ما حسيتي انك خدتي قرار غلط مش عارفه تردي على الولاد بيه تعصبتي؟ لا انه بس خلاص مش عايزه اسمع كلمه كمان. لا 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 لا, لا خالص. عمر ما وصل بينا النقاش لهذا المستوى. طيب تعالي ناخد كده مجموعه من الاسئله السريعه برضو ليها علاقه باسامي او مواضيع الاغاني اللي انت دايما بتغنيها وبتحقق الحمد لله يعني نجاح كبير جدا. بعد ما اتعلمش لو اشكي لمين؟ انا غالبا لما بتحبي تشكي بتشكي لمين؟ ربنا وحده بس على فكره. من اصحابي يعني. ليا اصدقاء ليا صديقات قريبين قوي. حلو. لو حبيبي مالك مين لما بيبقى متضايق تروحي وتهتمي جدا تسالي له مالك انت ايه اللي مغيرك في ايه ضحكتك راحت فين؟ ولادك. طيب لو واحده بتحبك تقولي لمين؟ على فكره في واحده بتحبك خلي بالك منها. ايه هناك ايه؟ انا مش الشخصيه دي. مش شرط تكون انت، ممكن تكوني بتلفتي نظر حد من اصحابك لحد. بتعملي كده فعلا؟ لا يعني لو توفي نصيب مع حرب الحلقه ممكن تعملي كده. بس كشخصيتك قصدي ان انت ما تروحيش تقولي للراجل انه انا معجبه بيه اطلاقا. عمرك عملتيها؟ عمرك ما بداتي بيه؟ طب ما انت ممكن تبصي بصه يفهم ان انت معجبه بيه. ممكن بس ما حركات من تحت لتحت بتاعتنا دي ممكن. ممكن بس ما اقدام يعني على ما بعرفش اعملها. ضيع يعني. عمرك اترفضتي؟ مش فاكره. مش طيب. فاكرة ولا هتيجي في بالك؟ لا مش فاكرة ان حصل. بتنسي الحاجات اللي نمات ايد. طب لو اغنية ضيع عينيك. ضيع عينيك تقولي مين؟ ضيع عينيك رومانسية. انا وعبد الرحمن رومانسيين جدا مع بعض جدا, جداً. الحب طول النهار طول النهار. طبعا انت معاكي الصغير وسايبك الكبير. الكبير لا الكبير مش رومانسي. الكبير ماما اعملي حاجة ناكلها. الكبير عملي جدا كده على طول. لدرجة ان مرة بقول له حبيبي في حاجة اسمها شكرا. قال لي ايه اللي انا لازم اقول شكرا؟ قلت له حبيبي قول شكرا. لازم حلو. تتعلم تقول شكرا يعني لهذه الدرجه. هو يقول لي لا انا هعمل حاجات اقول لك فيها شكرا مش لازم اقول لك شكرا يعني. لا في العادي ما اقولش لمامي شكرا. ما بيقولش شكرا. طب وانت بتعملي ايه رد فعلك؟ عبد الرحمن بيقول شكرا وبحبك وبوسه بقى واحضن في رومانسيه ده مكفيكي. فطبعا طب مش بيغيروا من بعد ما تعملي كده؟ لا ما بقاش يتعلم يقول شكرا. عمر لا حقيقي مش هو رافض يقول شكرا.
عمر انا رافض ان عمر شبه انغام اكتر ولا شبه بابا اكتر؟ عمر شبه نفسه خالص ملوش دعوه, بس هو دماغه عند زي انغام عنيد. هو ميزان ربنا, الميزان مش عنيد. لا نعم لا مرعب. لا 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 ده لو على نفسي وبرضه عليه وعلى اعدائي ده كمان. طيب تقولي مين نفسي احبك؟ نفسي احبك حب تاني. ما عنديش والله شخص اللي اقوله كده. عموما ممكن انت توصلي مين؟ ما هو يعني هيبقى كل الاجابات ابني. و انت مش بتحبي دلوقتي في قصه حب؟ مفيش خالص. مش بتحبي قصه حب؟ طيب مهزومه امتى حسيتي ان انت مهزومه؟ المهزومه كانت من قلبك قوي وانت بتغني. لا بس خلي هو ده عموما كله من قلبك, بس دي كانت من قلبك. لا 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 معلش بقى, سمعتش الاغنيه للاخر بس تحفه. انت ما سمعتش الاغنيه سمعتها للاخر؟ هي مش مهزومه خالص, دي بتتريق عليه يعني. شفت بس ان الاسم نفسه ده امتى حسيت ان انت مهزومه؟ ده اللي هي بيحكي عنها. هي بتقول له قول ان انا كذا. حلو. طب تكتبي لمين تعهد؟ اكتب لي له اهو. لا دي انا مش عايزه اقولها في كلمتين, دي انا هرجع لها اللي هنرجع لها على طول. بس تكتبي لمين تعهد؟ انت عيطتينا يا شيخه. لاي شخص ما يحترمش انسانيتي او ما يحترمش مشاعري اقول له طبعا اكتب لك تعهد. ده احنا هنتكلم فيها, دي عايزه قصايد دي. ده انا مش عايشه الحاله وعايشتيها لدرجه ان ممكن اعيط. انا عايزه امشي بس مش عارفه انا عايزه امشي من مين. السوبر ستار انغام هي ضيفتنا دلوقتي في افصل واسمع مع كوكا كولا. كملوا معانا على الراديو 90 سايق. ممكن تبعتوا الانغام اي سؤال على فيسبوك سلاش راديو 90 او كمان على تويتر هاشتاج افصل اندرسكور واسمع. تبعت لها اي اسئله وكمان عشان تكسب التيكتس. هيكون في 4 فايزين معانا النهارده في نهايه الحلقه. انغام هتقول الفايزين نفسهم بنفسها علشان تنوروها في الحفله اللي جايه يوم الخميس اللي جاي برعايه الراديو 90 في جامعه مصر في اكتوبر. وكل اللي عليك بس انت يعني تشارك معانا, ولا اسئله ولا اي حاجه ولا هنتعبك في اي حاجه. تشارك معانا على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 او على الهاشتاج افصل اندرسكور واسمع. والمشاركه يعني بصي يا انغام في شقلباظات بتحصل على تويتر, في حاجه كتير بتحصل على الفيج. الناس كلها بتحبك والناس كلها عماله تقول لك الاغنيه تجنن يعني. السنجل جه في وقته, انه كذا حد بعت لي احمد نبيل وكذا حد عمال يقول لك السنجل جه في وقته. ايريني بتسلم عليكي, دينا سعفان بتسلم عليكي بتقول لك هنشوفك امتى في السينما. ربنا يسهل. مش ناويه تغني؟ قصدي مش ناويه تمثلي تاني؟ انا جوايا نفسي بس يعني مش عارفه يعني ربنا يسهل يكون كله. عايزك تغني على فكره. شكرا. عايزين نسمع حاجه. ناوي تغني حاجه اللي على مزاجك دلوقتي اللي بتيجي على بالك على طول لما تحبي تدندني؟ بتيجي على بالي اللي هيجي على بالي دلوقتي. يلا بينا اي حاجه, جديد قديم ما نزلش ما فيش مشكله مش هنتضايق. اقفلوا المزيكا اهو. أيوة مش هتيجي مزيكا اهو مع المزيكا مجوش مع بعض. نسمعك. انا ممكن ابعت لك حاجة. يعني في جوه في قلبي مكان ما فتحتوش يوم غير ليك, وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبليك. ما بقتش بخاف ولا عامل حبيبي البكرة حساب, وإن خفت في لحظة بيبقى الخوف يا حبيبي عليك. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي علي, أنا بتحامى فيك, وفي عز البرد بلاقي دفاية في حضن عينيك. أنا سند عليك ده ساعات يا حبيب أنا ببقى لوحدي وبحتاج ليك. قبل ما بندهلك بفتح عيني قصادي ألاقيك. أنا سند عليك. الله. هي دي الحالة اللي جت على دماغك دلوقتي ها؟ فجأة على بالك ليه؟ والله ما أعرف. هي كده؟ أنت كله تلقائي كده. أحلى حاجة فيك الحالة دي مش عايشاها دلوقتي. عايزة لا لا أنا بتاعت مزيكا جدا. ولا أنغام عايزة حد تسند عليه؟ لا أنا سند على ربنا تمام. ونعمة بالله أحسن من كل, بس برضه عايزين حد أهل الأرض. طيب بكل طب وأهل الأرض طيب. دعاء أمي بس, دعاء أمي. ربنا يخليها. أسئلتكم للسوبر ستار أنغام ابعتوها على 199 بالاس ام اس أو على الهاشتاج افصل اندرسكور اسمع أو كمان على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 افصل واسمع مع كوكا كولا مع فادي وسالي. ونورنا في الاستوديو النجمة سوبر ستار أنغام.
انا غيم عايزه بقى اتكلم عن اكتب لك تعهد. كل الناس عماله تبعت يعني علا سعد الدين وهيما البوب وكله عمال يقول لك بقى ايه اكتب لك الاغنيه دي كانت جوه الالبوم حاجه وفي الحفله كمان حاجه تانية خالص، كانت مختلفه تمام في الحفله واحساس مختلف جدا جدا جدا. هو دايما اللايف يعني له احساس تاني لينا كلنا للمغني حتى العازفين يعني حتى تبقى مستمتعه قوي انت بتغني. مستمتع يعني طبعا دي بتبقى حاجه حلوه لو الحفله حلوه والجمهور حلو وسمع نفسك حلو وكل حاجه حلوه، من هنا يجي الاستمتاع يعني. انما طبعا هي فكره الاداء الحي قدام الناس دي ليها يعني متعه اكبر، ليها متعه وليها اداء تاني يعني بتديكي فرصه انك تقولي اداء ما قلتيهوش يمكن في الاستوديو. ما انت خدتي نفسك كليدر في الاغنيه دي انه انا هدافع عن حق الستات الرجالة بتظلمها او بتيجي عليها او شايف نفسه ان هو باورفل او اقوى منها او هيغصبها. انا عايزه افكرك بحاجه بس مهمه قوي، انه اولا طبعا انا عايزه احيي شاعر ما يتكررش بهاء الدين محمد، شاعر جميل الراجل ده. فطبعا هو اللي كاتب اكتب لك تعهد، والنجاح ده طبعا يعني الحمد لله اكيد يرجع ليه هو، ونجاحه يعني دايما معاكي مختلف. صحيح دايما ليه طعم مختلف جدا. صحيح. وعايزة اقول انه العجيب يعني في المسألة بالنسبة لي انه وده اللي عايز افكرك بيه، انه اللي بيكتب الكلام ده راجل. لا حتى هما بيقولوا انت، هو انت كنت ست قبل كده يعني لسه غريب. شايفينه في المامة واحنا ناخد الجائزة بيقولوا انت كنت ست قبل كده مش تعرف تكتب الكلام اللي جوانا ده. صحيح. تعمل ايه؟ وده شيء عجيب يعني يتسأل هو فيه. كانت فكرته يعني هو كمان يعني الفكرة كاملة من الاول، مش مثلا فكرة عندك وهو بدأ يكتب. لا 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 هو صاحب الفكرة وكل حاجة، بس يمكن انا اشتركت معاه في اللي عايز اقوله في الكوبلي. يعني هو كان كتب البارت الاولاني يعني من الاغنيه، والبارت الثاني ده انا قلت له بهاء انا عايزه اتكلم عن حاجه تخصني. يعني عايزه اتكلم عن حاجه غاليه قوي عندي، يعني يبقى في ليها علاقه بانغام. يعني دي يمكن من الاغاني القليله اللي انا قلت طلبت علاقة فيها ايه اللي كان ليها علاقه بيكي فعلا؟ صوتي. ان صوتك عايزه توصلي صوتك اكتر. لا لا انا ذكرت صوتي في هو ذكر صوتي في الكلام، يعني قالت له حتى لو اللي باقي مني اللي باقي فيا صوت، يعني لو حتى اللي باقي في حياتي كل فاضل فيا صوت. يعني هي قالت ده، فهو كتب ده. الست لما بتطلع من علاقه صعبه قوي بتبقى خلاص جابت اخرها وعايزه بقى ترتاح وعايزه تقول له سيبني بقى، انا بس كل حلمي ان انا ابقى عايشه باحترام وبهدوء. صحيح. انت ممكن تقولي لحد اكتب لك تعهد لو وصلك للمرحله دي، ولا مش تسمحي اصلا توصلي للمرحله دي؟ لا هو احنا الحمد لله يعني السيده العربيه او المصريه يمكن بالتحديد هي الاقوى فيهم كلهم يعني قانونا بقت امورها احسن من زمان، مش زي زمان يعني. ما يعني فكرة الـ 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 القانون بقى أحسن وأريح كتير. يعني تقدر تاخد حريتها بشكل لمجرد البغض يعني مش بس انت ليدر حتى مع صحابك اللي واحدة جات قالت لك ده بيبهدلني ده مش عارف ايه، بتاخدي بتقطعي الشك باليقين او خدي الامر لازم فيه تستفتيهم خلصي؟ لا 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 انا مع صحابي مش كده يعني، بقول بنصح طبعا بقول لا اقدر اقوله بس ما اقدرش اخد لها قرار. يعني ما حدش بيقول لها اسمعي كلام انغام، يعني انغام دي اللي هتضيعك. لا 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 وعلى فكره ممكن يحصل. يعني ممكن حد يتخيل انه يبقى هي قرارها هي بس لان هي صاحبه انغام، فيمكن يكون انغام دماغ انغام دي. ايوه دي دماغ انغام مش دماغك. ده مش حقيقي خالص يعني ربنا العالم. يعني انا ما بقدرش اخد قرار لحد، ما اقدرش اتحمل مسؤوليه قرار او انا السبب في القرار، مش ممكن. لازم يكون قرارها هي يعني، لان انا ما حدش بياخد لي قرارات. طب انت اول ما سمعتي الاغنيه دي عملتي ايه؟ يعني كان ايه رد فعلك اول؟ اقول لك على حاجه عجيبه. انا في الاول ما حبيتهاش. لا اتخضيتي منها بزياده ولا قلتي لا ده مش بتاعتي او حاجه؟ خفت من الاغنيه. وبعدين تفقلت بعد كده بالخوف ده يعني. عارف لما تخاف من حاجه لدرجه انك قربت ترفضها؟ بتكرر في اغاني قبل كده نفس الموضوع ده، نفس الخوف من الاغنيه؟ لا مش كتير. في ايه لو فاكره مثلا اغاني شبه ايه اللي كنت خايفه منها الاول؟ مش فاكره الحقيقه، بس يمكن عشان اكتب لك تعهد في العهد القريب يعني. بس زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. بس انا انا بقول الحقيقه يعني ان ده حصل معايا. انا خفت من الاغنيه دي لفتره. وبعد كده اخدت قرار قوي جدا ان دي هتبقى انجح اغنيه. ايوه هي دي وفعلا ده اللي حصل. طب قولي بقى انت بتقولي ما حدش بياخد لي قرارات، من امتى بقيتي متمرده؟ يعني انه انا شخصيه لا ما لهوش علاقه بالتمرد. لا هو تمرد على المجتمع وعلى قرارات الغلط من ربطتنا للمجتمع. لا يعني انا بشوف انه كل انسان لازم يجرب تجربته هو ويعيش تجربته ويغلط غلطاته اللي بيها يتعلم.
يعني ما ينفعش تقول اتعلم لما بس, بس في في ساعات لا لا ايوه ما اهلك بيقولك انا موجود عشان انصحك انا مش عايزك تقعي بغلطات اللي هم غلطوها ومش عارف ايه هو مش ضامن يعني مش ضامن غسل وضامن جنه مش صح ممكن انجح ممكن تبقى تجربه مظبوطه سيبني اجرب انا طب عمرك ما خدتي قرار وندمتي فيه يعني ندمتي عليه بس ما قلتيش يعني ما انا لا انا بس مش هقول لا لا بقول عندك ال بس ما بقعدش بقى في الندم يعني ما بعيش في الندم يعني ما بعيش في فكره الندم واجلد نفسي وكلام لا لا خالص لو اللي قدامك هيقعد يقول لك ما انا قلت لك لا كان قرار غلط بقول لنفسي كان قرار غلط وانا مش ما حسبتهاش صح ومش هعمل كده تاني ما بتعمليهاش تاني يعني ما فيش حاجه رجعتي عملتيها تاني يعني حتى بعد ما انت انبتي نفسك وقعدتي في نفسك لا اكيد في حاجات غلط في حاجات تانية بقى انت ماشيه بقلبك مش بعقلك فطبيعي قلبك ده يعني المكاسب اكتر ولا الخسائر اكتر لا والله شوف هي يعني فكره التجربه مش لازم دايما تشوفها بخساره يعني انا ما بحسبهاش خساره طول الوقت تجربه عديت بيها اتعلمت حاجه ده غير انه في حاجه اسمها الاسم والنصيب في تجربه بتعلم مش بس يعني بتعلم حاجه حلوه ممكن تعلم فيكي معلش بيبقى مقدر لك برضو خلي بالك في يعني جزء لازم يبقى نبقى مؤمنين فيه شويه انه في اشياء مقدره انت هتعدي ده هتعدي فيه قدري. يعني قدر في اشياء فيها كده كل واحد في منها في حاجات بتبقى انت مربوطه بيها يعني قصدي انه حتى لما انت بتيجي تاخدي قرار ما بتقيش لوحدك خلاص انه دلوقتي معاكي بيت ومعاكي عيله وبتبقي شايله الهم وشايله المسؤوليه رهيبه دي مسؤوليه فيعني لو انت ما جلدتيش نفسك هتلاقي اللي يجلدك لا لا مش قوي كده لا 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 مش قوي لان انت بتبقي شايله مسؤوليات بجديه باحترام للمسؤوليه قدها يعني كسر عينهم لا عاوز ولا لا لا ولا ده انا كل في الكل لا لا الكبيره لا لا لا, لا, لا. انا على فكره اخويا بيقول يا كبيره ايوه والله الشخصيه دي ما يطلعش منها كده ارامي الكبيره الكبيره بس محمد سعد قالها هو بيقولها ايوه الكبيره بس يعني التشبيه صعب قوي لا 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 الكبيره يعني خلي بالك الكبيره دي بتبقى قاعده حتى لو في الصعيد او كده دي الراجل ما يقدرش يحط رجله على رجله قدامها دي اللي بتدي القرارات الاقتصاديه هي الكل في الكل شنيع تجنن انا اسكندرانيه على فكره اسكندرانيه دول 100 طب انغام طب قولي بقى لا الاول اخوكي الصغير ولا الكبير اخويا الصغير انا فلازم معاك كبيره الكبير اعمل ايه انا شايله المسؤوليه لو رتبنا كده لحظات مهمه قوي في حياتك تفتكري مثلا ايه ثلاث لحظات مهمه شايفه ان دي وقفت كده عندهم اتعلمتي حاجه غيرتي من نفسك سواء بقى في الموسيقى في حياتك الشخصيه موسيقى في حياتي الشخصيه بص انا هقول لك على حاجه عني يعني مش تبقى عارفها انا صحيح محترفه وبشتغل مغنيه وبشتغل في الموسيقى ودي شغلتي فعلا بس انا هاويه جدا حلو يعني جوايا لسه هاوي جدا حلو. جدا جوايا ومش عايزه اتخلص من الموضوع ده انا شايفه ان هو يعني من اهم سماتي وانا عايزه تفضلي فنانه بحس الفنان مش هاوية. مش اه مش المحترف انه خلاص انا هو انا المره دي هجرب انا مش ضامن ان ده هيبقى انا احب اجرب دايما ان ده حلو انا بعمل المزيكا اللي بحبها حلو. وبغني اللي على ذوقي وبجازف اوقات ويعني وبحب كده بس عشان عملتي كذا تيست ولقيتي انك نجحتي فخلاص هتحتاجي يعني مش مضطره اخاف بقى فانا لازلت هاويه كان ايه السؤال حضرتك معلش على اللحظات المهمه اللي انت عديتي بيها يعني لحظه انت وقفتي عندها اتعلمتي منها حاجه لحظه قلتي برافو يا انغام انا صح هنا حاجات في حياتي حاجات في مواقف في حياتي طبعا خدت فيها قرارات كان ساعتها القرار مرعب جدا بس بعدين اكتشفت انه كان في يعني توفيق من ربنا كبير فيه يعني انت بس انوي وخد القرار ما همش نبقى رخمين انا وسريع بس عايزين نعرف هم ايه بس يعني مش عايزين مش قوي يعني في حياتي يعني نقلات كبيره في حياتي عملتها طب انا عايز اسالك على حاجه الفراق في المجتمع الشرقي بيبقى صعب لازم يبقى فيه قله احترام شويه او لازم يبقى فيه قله ثقه باللي قدامك او لازم كل واحد يبين ده انا عضلات ده انا اقوى ده انا مش عارف ايه لا حتى لو كان في ولاد ما بنعرفش نبقى اصحاب ما بيعرفوش يبقوا اصحاب ما فيش فايده معنى بنلاقي بره ان هو قاعد مع ام العيال وعادي قاعد مع ام العيال ومش عارف ايه ويتغدوا وده صحي جدا يعني انا اتمنى ان الناس كلها تعمل كده تعرف تعمل كده انت ما عرفتيش تعملي كده لا في بعض الحالات حصلت وفي بعضها لا طب انا عايز اسمع اكتب لك تعهد يا فادي بس لما نسمعها دلوقتي ونرجع نسمعها كمان شويه نكمل مع السوبر ستار انغام لسه منورانا دلوقتي في افصل واسمع مع كوكا كولا على الراديو 90 90 لو ليك
اي سؤال على 199 بالاس ام اس كمان على الهاشتاج افصل اندرسكور واسمع اللي بقى ترند دلوقتي على تويتر, ودي حاجه 100% من السميعه بتاعت الراديو 99. عايزاكم تسمعوا الاغنيه دي بقلبكم, يعني كل ست بتسمع تركز, كل راجل بيسمع يركز, شوف احنا بنبقى عاملين ازاي. وافصل واسمع مع كوكا كول على راديو 99 هواها مصري. لسه منورنا في استوديو النجمه انغام معاكم فادي وسالي. بصوا على تويتر احنا بقينا ترندنج, فخلاص هسلم على الناس كلها. يلا بينا. وعايز سلم على اسراء ونور الهدى, وعايز سلم على امينه خالد, ازيك يا حبيبتي. عايز سلم على مين تاني امينه ريهام علي وامينه شغاله, الله ينور انت ونوره. في ناس بتسمعنا من السعوديه. وعايزه اسلم كمان على رنيم بتسمعنا, بتقول لك انا بعشقك. في كمان حد بيقول لك انت ليه مش بتجمعي الفانز بتوعك, ده على رقم الاس ام اس 199. حماده رشدي بيقول لك نفسنا نقابلك مره مباشره. يعني والله انا عملت ده اكتر من مره, بس يمكن انا ما هو اسمه, معلش انا اسف. ايه حماده رشدي انا يمكن ما تشرفتش بيه قبل كده, بس انا بالعكس انا قريبه للفانز بتوعي جدا وعلى اتصال بيهم تقريبا. ما كانوش قلبوا الدنيا كده على السوشيال ميديا. في كمان بالله عليك يا سالي جزء لو بسيط من اغنيه حلفتكم بالله, واساليها عن الالبوم الخليجي دي لينا ساعتين. ولسه الطلبات كمان, على اكتب لك تعهد تتغنى لايف. سمعناها بس لازم تتغنى لايف, دي مش هنفوتها اكيد. كمان في حد كان بيقول قاعد بيسمع في عربيته الركن البعيد, وقاعد مندمج جدا هو واحد صاحبه, وبعد كده انت كنت جنبيه في العربيه بالصدفه جدا, فبيقول له على فكره انغام, فقال له الاغنيه حلوه, ما صدقش ان انت جنبه اصلا. انت بتحبي تنزلي يعني تتمشي تسوقي انت بنفسك؟ بتحبي ان حياتك تبقى ماشيه بشكل طبيعي جدا؟ بسوق كتير بنفسي. سوقي كويس قالوا كده يعني. لا مش ضامن قوي سواقه الستات بصراحه. مش معقولنا مش سواقه ستات خالص والله. ما سواقه ستات ما بتعيش كتير في البلد دي, فانا ما بسوقش سواقه ستات الحقيقه. حلو, بس بتحبي ان انت تنزلي مثلا, يعني كنا حاسس بنتكلم في الكواليس فكره شوبينج, مش زحمه. لا شوبينج لا ما فيش, بس بحب انزل اسوق واسمع مزيكا, وابقى يعني بعمل مشاوير في اوقات, بحاول انها ما تكونش اوقات الزحمه قوي, يعني انا ما بتحملش. تصحي بدري؟ بصحى بدري على حسب ظروفي, يعني لو نايمه كويس بصحى بدري, لو نايمه متاخر قوي وتعبانه بصحى متاخر شويه. اوكي طيب, سلامات كمان من نهى فتحي على تويتر. في كمان سمسمه بتسلم عليكي, خالد احمد بيسلم عليكي وقاعد بيتابع سايب شغله, بيقول انا قاعد بتابع البرنامج عشان انغام. اسراء كمان بتقول انا عايزه نفسي حتى لو كل اللي باقي منها صوت. نهى مره تانية واموله موجوده معانا, ونورهان احمد, كل الناس دي من على تويتر من على هاشتاج افصل اندرسكور واسمع. عايزين نفكر كل الناس كمان ان انت ممكن يكون ليك الحظ انك تكسب وتقابل انغام في الحفله اللي بعد بكره دي يوم الخميس من خلال الراديو 90 90. هتشارك على الهاشتاج افصل اندرسكور واسمع على تويتر, هيكون في 2 كسبانين, او كمان من على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. الراديو 90 90. طب انا عايز اسمع كده بتاع, انا قاعده زن بقى. انت يا سالي عايزه تسمعي اكتب لك داود دي اكتر واحده بتسمعيها. دي حقيقه, ومامي تعمل لي منشنز ونحطها على الفيسبوك. ايه العيله دي, عايزين ايه؟ طب يلا بينا. قومتيها على الراجل يا شيخ. بهاء الدين محمد, مش انا. ده جميل. انا عايزه نفسي حتى لو كل اللي باقي منها صوت, ما انا لو هكمل حياتي بيك من غير ما يجي الموت هموت, ما بقاش في قلبي مكان لا ليك ولا حد تاني, خلاص مفيش, ما بقتش عايزة حاجات كتير, كل اللي انا عايزة اعيش. ولو انت خايف لما تسيبني اقابل بعدك حد يصوني, وانت لو ما بقتش بتصدق كلام, انا ممكن اكتب لك تعهد مني اني هعيش لوحدي باقي عمري, بس اعيش باحترام. الله يا شيخ, عمالي يبصولي من كتر ما اتأثرت معاكي. اللي هو في ايه, مالك هتعيطي ولا ايه؟ ليه الغمة تعملي فينا كده؟ انا بعتذر يا جماعة, انا بعتذر. انا عيني دمعت بس يعني اثركوا. بس عيني دمعت من الموضوع برضه.
يعني كراجل هتدمع ازاي في الموضوع ده مش عارف بس ماشي عادي شرقين عادي مفيش مشكله. هي دي الرجاله المصريه فاهمه دمعت عشان البص دمعت اه. قولي لي بقى احلام بريئه ده افضل البوم عملتيه؟ من افضل بس يعني اصعب. ايه افضل بقى؟ انا عايزه اعرف ايه نمبر 1. لا والله انا بشوف ان عندي البومات كتير انا بشوفها حلوه قوي قوي كانت نقلات كبيره ومحترمه يعني زي وحدانيه زي عمري معاك زي اللي سبتها زي يعني زي عرفها بيا عرفها بيا في اللي سبتها عرفها بيا في ألبوم انا كنت لا سوري اسف ده كان في عمري معاك عمري ايوه عمري معاك ده انا كنت في اولى جامعه ساعتها مش هقول لك انت دي اغاني يعني وصلنا علاقتنا كلها الحمد لله كل ما عرفها بيا كل ما قرب لبعض كل ما قرب لبعض كان ألبوم حلو كمان كان قوي جدا لا احنا عرفها بيا دي كانت عايزه الجامعه كلها كانت بتسمعها يعني مفيش قصه انت عارفه لو انت قاعده زهقانه انتوا يعني انتوا واخدين موقف احتياطي كده من قبل ايوه لا عرفها جاوب عليا فاهمه يا تسيبني اقول القصه وتشاهدها هي احنا كنا عايشين كلنا الجو ده اللي هو اكيد ده بيعرف حد طول ما احنا قاعدين فاهمه المخطوبين كلهم فاهمه بيتخانقوا انا بقول لك زعلانين احتياطي دايما بتحبها ولا بتحبها ولا ده هو ده مثلا كان في ألبوم وحدانية عشان كده انا بقول لك انه يعني انا صعب تساليني السؤال ده انه ده افضل اقول لك لا طب ايه احلى اغنيه انغام بتحبها عملتها اللي هو بقى انا بتمزج بيها دي انا ابدا بيها مش بتبداي باغنيه معينه في كل حفله لا البدايه دايما على المسرح بيبقى ليها ظروفها يعني اولا ما ببتديش بحاجه لازم يبقى صوتي سخن قوي فيها يعني ببتدي بحاجات اسخن صوتي هاديه شويه بس انتي صاحبه مزاج قوي مزاجنجي قوي يعني الفنانين عموما لازم يبقوا اصحاب مزاج يعني في بشر عاديين ما بيشتغلوش شغلتنا واصحاب مزاج ما بالك احنا أيوة. يعني احنا المزاج هو اللي يعني احنا بنخلق المزاج للناس فلو احنا مش اصحاب مزاج تبقى مشكله ايوه عايز اسالك على حاجه لو كنت سميتي احلام بريئه ده احلام جريئه كان ممكن تعملي كده ولا انت بتشوفي ان انت بتتفادي المنطقه دي تماما ها لا ليه هي لازم الاحلام الجريئه تبقى حاجه قله ادب يعني انت بتبعدي عن اي قله ادب يعني انت حتى لما بيتقال عليكي حاجه بتبقي ماشيه في سكه كويسه فادي بين الكحه مكمله مين احنا علينا عادي ايوه مين احنا علينا لا الاحلام الجريئه ممكن تبقى جريئه بالنسبه لك ومش جريئه بالنسبه لي يعني ممكن الحلم الجريء يبقى جريء ليك انت يعني انت حاسه انك لو عملتي كده فدي قمه الجراه بالنسبه لي يبقى حلم عادي يعني اقصد مش دايما الجراه بتبقى مقترنه بالاحلام اللي انت مش شايفه ان في اغنيه ممكن تبقى جريئه او كلمات ممكن تبقى جارحه او عارفه لو جو السكه النظيفه اللي هو سينما نظيفه والسينما مش نظيفه لا انا مش بتاعه السكه دي يعني ما بفكرش كده انت ممكن يتعرض عليكي دور في فيلم او حاجه كبيره وممكن يبقى مشهد فيه بوسه هتقبلي؟ لا انا ده اللي انا قصدي عليه لا بس دي مش ملهاش علاقه بالجرأة او من عدمها خلي بالك يعني انت هنا انا بفكر انت تتجنبي الحاجات دي لا مش بتجنب انا بفكر في ابني الكبير ده يعني هنا انا يعني عندي ظروف مختلفه يمكن وانا صغيره شويه قبل ما اخلف يمكن كنت عملتها عادي مش حاسه ان انا هضايق حد انما لانه الحقيقه انا فاتن حمامه لما بست عمر الشريف او غيره انا عمرها ما ضايقتني يعني ناديه لطفي عمرها ما ضايقتني يعني عدي بقى للصبح ممثلاتنا المحترمات العظيمات اللي هم قدوه لاجيال ما عمرهم ما ضايقونا عشان كده انت عايزه دايما تبقي قدوه بره وجوه يعني لما يعني تيجي تعملي حاجه انا حسيت ان ده ابني هيضايقوه مش هعمله من غير ما بتعمل حاجه بتعملها في الحلال وهي مقتنعة بيها 100% برضو والله مش فكرة حلال وحرام عشان ما ادعيش شيء انا ما بس عشان تعرفي تدافع عن نفسك يعني انت دايما ملاكا يعني لا بس انت دايما من النوع اللي بيدافع عن نفسه ب... ب... بثقة قوي يعني انت انا موت واقف عارفة الجو ده لا انا ما بعملش حاجة يعني اخجل منها ما بحبش اعمل عمل اخجل منه ده اللي يهمني يعني ده اللي في الوقت بتاخدي رايهم كمان راي عمر وعبد الرحمن في مش طول الوقت مش طول الوقت مش طول لو الوقت. حاجه هي في طبعا امور ممكن تبقى اكبر منهم اكبر من من حجم تقديرهم تاخدي رايهم حتى في لبسك في الحفلات مثلا عمر باخد رايي عمر بيشارك جامد قوي في الحفلات بس ما عنده كام سنه دلوقتي 18 سنه ده السن اللذيذ انت ايه رايك يا لهوي انت قلتي بيبقى مسؤول حتى في الحفله وقاعد بيستقبل الضيوف وقاعد مركز جدا معاهم هو السن ده على قد ما هو سن جميل وكل حاجه بس السن ده لازم يتهت من الاخر يعني السن ده لو ما عرفش حاجه لا والله مش بطريقه بالعكس انا شخصيه يا مامي على فكره شخصيه مين يا حبيبي لا طب هو لو بيسمع الوقت هيغش مننا فبلاش يعني هندمر لها حاجات في البيت لا لا خالص لا هو انا بحبه يكون صاحب قراره ويتعلم ياخد قرار ويغلط ويتعلم وكل حاجه يعني ما عنديش انا بس ما يدخلش في قرارات مامي
مش للدرجة دي يعني، لا أنا باخد رأيه في أمور تخصنا كعيلة. لازم يبقى هو يعني على علم بيها، وفي حاجات بلاقيه هو مش شايفها زي يعني، أو مش شايفها مستقبليا بعيد يعني جدا هو عنها، فمش يعني عينه مش جايبة يعني مدى لسه سنه صغير يا بس حبيبي، بس بعلمه أنه يبقى موجود ورأيه بيتاخد ورأيه يعني مهم، ده مهم في الألبوم الأحلام بريئة. كان فيه أغنية من ألحان حمائي كانت مفاجأة للجمهور حمائي، ومفاجأة كمان للجمهور أنغام إنه عشان هم جيران من زمان. يبقى في حاجة حلوة، إيه العلاقة بينك وبين حمائي؟ احكي لنا. أنا اكتشفت بعد سنين طويلة إن أنا وحمائي كنا جيران، وكنا بنلعب مع بعض وإحنا صغيرين. إيه كنتش عارفين؟ ما كناش عارفين. إيه لا هنهزر؟ هو اللي كان عارف أنا مش عارف، أو يعني أنا مش رابطة بين حمائي إن هو ده هو اللي هو كنت بلعب معاه وأنا صغيرة، وهو حمائي اللي كبر وبقينا زمايل. ما كنتش رابطة، هو كان واخد باله أو كان رابط، لأن كان بتلعبوا إيه وأنتوا صغيرين؟ كان في بيننا صديق مشترك، جار برضو مشترك، اللي هو دلوقتي بقى إعلامي مشهور، باسل عادل. فهو باسل كان جاري أنا قريب مني خالص، يعني الشقة اللي لازقة في بيتنا في شقتنا، وحمائي كان جنبنا. أوكي. فحمائي وباسل أنا بلعب مع الصبيان طول عمري. تضربيهم يعني غام؟ تضربيهم ولا تضربيهم؟ بلعبوا ألعاب إيه يعني؟ أنغام وحمائي بلعبوا إيه؟ بنلعب أولى وبنلعب بس طلعت رقيقة قوي. كان مين اللي بيكسب؟ احكيلي. لا والله ما فاكرة، هو برضه حكاية هو اللي فاكر. حلو بقى، اكتشفته بقى يعني ربطتي منين إنه هو من خلال باسل صح كده؟ لا حمائي اللي فكرني. قالك اتقابلنا عند مدكور وقال لي على فكرة إحنا كنا بنلعب مع بعض زمان في الشارع الفلاني إسماعيل. مش فاكرك على فكرة. لا ما اول ما قال لي باسل قلت له يا ابني الايه طبعا انا فاكر باسل ومش فاكرك انت برضه. جت من هنا الاغنيه في المقابله دي؟ جت فكره الاغنيه ولا اصحاب جدا يعني اصحاب من زمان يعني يعني بعد كده بقينا اصحاب يعني نتقابل كتير وكده. الاغنيه جت بالصدفه البحته على فكره، انه حمائي كان غالبا عاملها لنفسه او عاملها لحد مش انا يعني، بس انا اللي شبطت فيها لما سمعتها وطلبت من يعني امير كان بيسمعها لي على سبيل يعني بياخد رايي، فقلت له انا عايز اغني الاغنيه دي. والله ما هي ماشي، هي بتاعت فعلا. كلمنا حمائي ووافق فورا وكانت موافقه جدا. لسه مكملين معاكم، لسه بتفصل وبتسمع السوبر ستار انغام على الراديو 90 في افصل واسمع مع كوكا كولا. وافصل واسمع مع كوكا كولا مع فادي وسادي سادي مع مين؟ انا بتلخبط في اسمي عادي. مع فادي وسادي ونهاره في الاستوديو النجمه الجميله انغام. حتى انت وصدقتي كده يا انغام. حلوه حلوه عجبتني. ايوه. طيب علشان خلاص احنا وقتنا قرب يخلص، فهنعلن الاثنين الفايزين معانا اللي هيحضروا حفله انغام يوم الخميس اللي جاي برعايه الراديو 90 في اثنين كسبوا من على الفان بيج، فدول انغام هتقولهم. احمد ابو جمال، يا رب اكون بقول الاسم صح، يا رب انا اكون كاتبه صح عشان خطي وحش قوي. لا هو صح، احمد ابو جمال. احمد ابو جمال وندى ابراهيم. طيب من على تويتر على الهاشتاج اللي كسبه هي نهى فتحي. نهى من اكتر الناس اللي شاركت كمان معانا النهارده، والبروفايل بيكتش بتاعتها على تويتر معاكي تقريبا، ما بتسيبش حفله ليكي. وكمان نهى عارفاها طبعا، وكمان ريهام علي من اكتر الناس برضو اللي مشاركه معانا النهارده، وكانت بتقول انا عايز اسمع حته من تتر حديث الصباح والمساء. يعني اعتقد الوقت هيبقى احنا هنختار حاجه نختم بيها خلاص يعني غير صوت اللايف. عايز تختمي بان كل عمال يطالب، حتى طارق درويش على رقم الاس ام اس وريم احمد وكله عايز يسمع حاجه لانغام. طب اقوله ايه؟ اسمعكوا ايه اللي انت عايزاه اللي بيجي على بالك يعني؟ تترات من اغاني البوم اللي انت عايزاه. طيب وادي المزيكا اهو، اسمع الكلام اهو. حلي ضفايرك دول ليله ولملمينا يا اصيله، حلي ضفايرك دول ليله ولملمينا يا أصيلة، عشاق ترابك أحبابك وكلنا أهل وعيلة، أهل وعيلة. يا رب تكوني انبسطتي معايا النهارده. جدا والله انبسطت جدا ودايما يعني هتجيلنا تاني على طول ان شاء الله. ان شاء الله نورتينا، وان شاء الله الحفله تكسر الدنيا. وبلاك في الحفله ان شاء الله، والبروفه بكره احنا عارفين ومتواجدين معاكي اكيد كده، ونصور ونشوف كل حاجه من احلى الانترفيوز اللي حصلت هنا في 90. نورتينا السوبر ستار انغام، هي كانت ضيفتنا النهارده، ودايما تعرفوا كل الجديد عن عنها. شفتي؟ عادي.
تعرفوا كل الجديد عن انغام اكيد هنا على الراديو 90 90. مره تانية اللي فايزين معانا احمد ابو جمال، ندى ابراهيم، دول من على الفان بيج، ريهام علي ونهى فتحي دول من على الهاشتاج. هتبعتوا الارقامكم على في مسج على التويتر او كمان على الفان بيج علشان حد يكلمكم تاخدوا التيكت وتحضروا حفله انغام برعايه الراديو 90 90. نشكركم جدا، نشكر انغام، باي باي.